ملاحظ امبارح كانت نسبة الإخبار ضعيفة شوية، بس واضح النهارده في نسبة عالية، أعتقد يعني ممكن تصبح نسبة كويسة على الموضوع. كم تقريبا كم لحد دلوقتي نسبة قد إيه من اللجنة جه يصوت؟ هو كان قديم. هو بالنسبة للتصويت يعني النهارده ممكن نقول مثلا نسبة توصل مثلا 30%. 30% من الناشئين تقريبا. بس في ظل اللي انا شايفه في الاعداد الانتزاعيه دي ممكن توصل لعدد ممكن توصل، ما اعرفش ان نحكم دلوقتي الا لحد ما تيجي ساعه الساعه 9 ونحدد النسبه كام بالظبط. والله الا تصويت اعتقد ان هي سلبيه ما لهاش مبرر، لان انت ليه انت عندك انتخاب موجود، يا كنت ترشحت وانت ممانع، يا اما تختار حد من النازلين، يا اما تنزل حتى انزل حتى وقول لا، بس انها تنزل بلاش السلبيه دي. لما هي للاسف موروث قديم، لا قطع انتخابات مفيش فايده، فللاسف العقليات بتزيد يعني تستخدم الافكار دي عند الشباب كتير قوي. فلا انزل انزل وراح. هل ما رصدتوا اي تجاوزات او اي مخالفات؟ لا، هو حضرتك طبعا هنا مسؤولين عن داخل مقر اللجنه وداخل جمعيه الانتخابات. اي مخالفات اي شيء لازم نتعامل معاها فورا. وحضرتك زي ما انت شايفه برضه في الاستاذ المدربين والاشخاص الموجودين اللي من امبارح لغايه دلوقتي بنرصد اي مخالفات داخل اللجنة. اما خارج اللجنه طبعا دي مش خارج سلطتها، بتطلع على طول الشرطه والجيش. خلاص يا حاج خلص، خلاص خش مكان الاستاذ عشان